طبعا احنا من داخل ثلاجات الموتى في المستشفى الاندونيسي، واحدة من الجرائم البشعة. هذه مقذوفة من احد الصواريخ، استخرجوها في ثلاجات الموتى من جثة امرأة، فتاة. شو كيف طلعتوها؟ يعني استنى نفرجيهم العظم. هذا عظم ولحم داخل. هذه احدى الشظايا في احد اجساد الشهداء. شو كيف تجهيز الى احد فتيات، تجهيز فتاة، فتميت فتح الفتاة عليها، فوجدت هذه القذيفة في ساق الفتاة، وهذه بعض من عظامها واشلاء من لحم الفتاة نفسه. فهذه كانت كلها في رجل فتاة لا تتجاوز 18 عام. بعد يعني هي كانت جثة تحت الأنقاض ولا كيف؟ وصلت حين إصابتها أثناء الاستهداف المنزل. هذه شظية أخرجت من جسد أحد الفتيات الشهيدات في قطاع غزة. يعني مشهد حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي في أحد الأجساد. يا الله. هاي الرأس المدلف. هذا هو رأسه. يا إلهي. وهاي الدافع تبع. كل هاي. كامل يعني. يا الله. أنا ما بديش أجيب اللحم والعظم وتخليه يضل فيها.